مع الصرب أشرف أبو الظبي، للأسف صلاح لن يأخذ الذهب 2021، لأن الصحافة الفرنسية تكلمت بأن ميسي هو الذي يأخذ أحسن لاعب في العالم. نحن محبطين. لماذا؟ لأن صلاح فخر العرب بدون منازع، يعني ما شاء الله مركز الثبيات ضد مانشستر يونايتد قنبلة قنبلة ذرية الله يبارك، ولكن الفيفا للأسف مش راح تعطيله أحسن لاعب في العالم. فجرها جيرارد، قال لو كان صلاح في أوروبا، أصله أوروبي فرنسي ولا بريطاني، لدى أحسن لاعب في العالم، ولكنه مصري عربي للأسف. للأسف آخر كلام سلام، وتحية العرب وتحية الجزائر وتحية مصر لاسمه صلاح أبو مكة. سلام من القلب جدا، تحية مصر، تحية مصر، وإن شاء الله مصر تأهل كأس العالم إن شاء الله، قولوا إن شاء الله. ومصر والجزائر وتونس والمغرب إن شاء الله في ربعة كأس العالم في قطر إن شاء الله.